الثاني في المباراة النهائية. دخول الفريقين إلى أرض الملعب. نشاهد ونتابع مستوى يليق أيضا بسمعة المنتخبين. ركلة البداية مع المنتخب السوري ترجع إلى حاتم الغايب. حاتم الغايب ترجع له مرة ثانية. ناحية طارق جبان أو يلعبها طويلة، الظهر راح يلعبها طويلة والكرة طويلة على طول إلى المتقدم. وناحية عبد القادر فاعي وترجع مرة ثانية إلى عبد القادر إلى حاتم الغايب. حاتم يتقدم بالكرة ويلعب له كرة طويلة ويتابعها أيضا عبد القادر وبينية ملعوبة لكن تقطع هذه الكرة. توصل إلى المنتخب الأردني. حاتم الغايب يقطع له كرة ويتابعها اللاعب خالد الظاهر لكن فاول. هجمة ممكن يعدل نفسه ويلعبها بينية وخطر الكرة وتغطية دفاعية أيضا وكرة كانت وتراح يرفع له كرة عرضية. وتوصل الكرة وتوصل ناحية اللاعب السوري. كرة كانت خطرة على المرمى المنتخب السوري اللي هو يطالب الكرة مع اللاعب رقم 11 خالد 14 خالد الظاهر وتنقطع. شايت بعيدة جدا. هل يعود المنتخب السوري ويفوز هنا بنفس الملعب؟ ولكن كرة توصل بيد حارس المرمى محمد أبو داود. بشار سرور طويلة ملعوبة إلى بيزيد والكرة مع بيزيد. سيد بيزيد بيلعبها إلى ركنية علوة ملعوبة ناحية سيد بيزيد راح يلعبها لؤي طالب. ركنية ملعوبة فيها خطورة هذه الكرة ملعوبة ولا زالت خطرة على المرمى لكن بيد حارس المرمى محمد أبو داود. هذا نادر جوخدار وأقرب لفيصل عبد الكريم يلعبها. نادر جوخدار في المرمى بيد محمد أبو داود. محمد أبو داود لم يستطيع طبعا صد الكرة لقرب المسافة بينه وبين الحارس واللاعب فبالتالي كانت الكرة صد بصدره وترجع إلى أرض الملعب. مرة ثانية توصل إلى حسان عباس. لن تنتهي بتعادل الفريقين لأن لازم يكون فريق فائز اليوم ذهب وفضة وأيضا في برونز المنتخب اللبناني. مبروك. ملعوبة الكرة وراح يشوت حاتم الغايب بالمرمى ملعوبة لكن محمد أبو داود يتابعها وتطلع. طريقة لفة الكرة من حاتم الغايب منتخب الأردني من الكرات العكسية السريعة اللي راح تلعب أو البينية عند منطقة ال 18 ويحد. وهذه أحد الكرات البينية اللي تلعب. شوف هذه الكرات اللي يمتاز فيها المنتخب الأردني ملعوبة وتوصل لكن خطرة وأخطر كرة في المباراة حاتم. وهذه الإعادة شوف فيصل إبراهيم راح يتقدم ويلعب له كرة بينية واحد وخذ هات على طول لكن ترجع الكرة مرة ثانية. ترجع ويرجع الكرة عبد الله الشياب. توصل سهلة كرة بسيطة وسهلة. بشار سيطر على الكرة يلعبها إلى عبد القادر رفاعي. عبد القادر يتقدم ويجنح ويلعب له كرة أرضية ويبعدها المدافع الأردني وتوصل الكرة لصالح المنتخب وكابتن الفريق جمال أبو عابد. الأردني يلعبها طويلة تصل ناحية طارق جبان ويخطفها من المدافع الأردني وخطرة على المرمى وحاول يصلح له كرة ويبحث له عن لاعب ويصلح إلى جمال أبو عابد. جمال أبو عابد يرفع له كرة وشايف له كرة لكن شايف له لاعب يبعدها بشار سرور. كرة كانت خطرة للمنتخب الأردني. يتقدم حاتم ويلعب له كرة أمامية ناحية اللاعب نادر جوخدار وهجمة لصالح المنتخب السوري وعرضية ملعوبة لكن تطلع إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى الظاهر شايت الأرض لأن ما لفت الكرة معه. هذا نادر جوخدار. جمال أبو عابد
يلعب له كره ناحيه امجد، امجد يلعبها وخطره على المرمى، ملعوبه بيد ماهر بالغدار، كره من ماهر بالغدار ويعتذر منه اللاعب. لا 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 خلاص 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 ما في داعي، حاول يشترك بكره ويعتذر من الحارس لكن ما نبي اي شيء يحصل. الحمد لله حكم المباراه يبعدهم يبعدهم، ما في شيء ان شاء الله، ما في شيء ما في شيء من المنتخب، لاعب المنتخب الاردني. وهذه الاعاده، شوف الاعاده، وهذا شوف الاندفاع، هذا الاندفاع من اللاعب بمعنى انه لم يكن متعمد. شياب الى فيصل، فيصل شايت لكن بعيده بعيده الكره، ما فيها اي خطوره. هذا رقم 18 عبد الله ابو زمع، عبد الله ابو زمع سلامات. واخذ راي ايضا مساعد الحكم هناك في اشتراك، يقول لهم تعالوا الاثنين، شايف شيء بين نادر جوخدار، ممكن يكون انذار. كرت احمر، كرت احمر على نادر جوخدار، كرت احمر على نادر جوخدار. ماذا حصل؟ تعطينا الكاميرا الخلفيه اذا كانت في اعاده في شيء، نتمنى ان شاء الله ايضا شوف هاي اللاعبين واعطاء كرت احمر لنادر جوخدار. خساره تعتبر من نادر طبعا جوخدار اذا كان طبعا هو متعمد على اي حدث، لكن اذا لم يكن متعمد فهو طبعا قرار ايضا حكم المباراه. هذا نادر جوخدار يقول له حاضر وعلى عيني وراسي، راح اطلع برا الملعب لانه ما يجوز يكون مع الاحتياط ودكه الاحتياط، دائما اللاعب المطرد يكون خارج سور الملعب. حسون الشيخ فاول لصالح المنتخب السوري، حاتم الغايب، حاتم كرة ثابتة من مسافة بعيدة، وتصلح إلى بشار لأنه مسكر عليه اللاعب، ويتقدم بشار وشايت على المرمى وبالغام، حلوة قلت لك هذا اللاعب بشار اليوم براسه شيء. ويرجعها المدافع الأردني عبد الله أبو زمع، جمال ابو عابد يلعب له كره داخل المنطقه، ماهر بالغدار اقرب لها وفي فاول، اقرب لها ماهر بالغدار وفي فاول على اللاعب الاردني منير ابو هنطش، فاول الى عبد الله الشياب، كره طويله ملعوبه الى داخل منطقه ال 18، حسان عباس يلعبها، حاتم الغايب شايل له كره ناحيه سيد بايزيد، سيد بايزيد ويتابع سيد بايزيد، وكرة لو لامسها سيد بايزيد فاول، لو كان لامسها وهو معدي في انذار، في انذار لان دخول قوي من اللاعب. خالد الظاهر يشوت له كرة وبعيدة، خالد الظاهر شايت له كرة بتحصيل النقاط. اللعب النظيف، فريق اللعب النظيف. 38 دقيقة 48 دقيقة، 3 دقائق حسب حكم المباراة، ومعلن نبيل عياد عن انتهاء الشوط الاول بتعادل الفريقين بدون اهداف، وحكم مرات يركض بين اللاعبين على اساس ما يكون في احتكاك، وهناك تهدئه من حكم مرات وهو المسؤول الاول عن سلامه اللاعبين. هل انت عملت لعبه خطره للاعب من غير كره؟ قال نعم عملت في الكوع كره خطره، فيعتبر طبعا فيها حاله طرد، وبالتالي كانت هناك بين اللاعب الاردني وين، يعني ما شاف اللاعب الاردني الحكم انما شاف اللاعب السوري، فهذه تحصل بكثير من الاحيان، يكون حظ سيء للاعب اللي راح يشوفه الحكم، دائما تحصل في الملاعب في كره القدم. على كل يتاسف اللاعب نادر جوخدار لما التقيت وياه بتصرفه، وايضا حصل على الكرت الاحمر في اول 5 دقائق، وهو اللي يبتدي الهجمات، كون ايضا المنتخب السوري ناقص لاعب واقل عدد بعد طرد اللاعب نادر جوخدار، وملعوبه الكره بالمرمى تلعب، لكن حارس المرمى ماهر بيرقدار، ماهر بيرقدار بتوقيت على طول يطلع للاعب وقبل لا يحصلها ويلعبها منير ابو هنطش. هذه الاعاده، شوف دخول موفق من ماهر بيرقدار الى سيد بايزيد،
سيد بايزيد وهجمة لسيد بايزيد وحاول يتقدم سيد بايزيد ويعدي بين الاثنين ويحاول يلعبها في المرمى، لكن يطلع حارس المرمى محمد أبو داود في الوقت المناسب وينقذ مرمى. توصل إلى عبد القادر الرفاعي، عبد القادر يلعبها إلى لؤي طالب، إذا حاول يطوف ويعدي ويلعب له كرة يرفعها وتوصل وكرة خطرة لصالح المنتخب السوري، ويحاول يلعبها ويلعب له كرة عرضية وخطرة على المرمى، لكن بيد حارس المرمى محمد أبو داود. محمد أبو داود ويلعب الكرة سريعة ويتقدم لؤي طالب ويتقدم، لكن أقرب لها حارس المرمى، حارس المرمى محمد أبو داود. لؤي طالب يلعب له الركنية وراح تطيح من الحارس وتبتعد على الحارس وراح يشوت في المرمى، ملعوبة بالجول، الله! كرة كانت من طارق جبان، هذا طارق جبان، طارق جبان كرة لعبها على طول حسان عباس ويلعبها طارق جبان لكن مرت عليه الكرة. كرة ملعوبة لصالح المنتخب الأردني، يحاول يتقدم ويلعب له كرة عرضية طويلة وتطلع الكرة إلى برا الملعب، ركلة مرمى لصالح المنتخب السوري. وشايد حاول عبد الله أبو زمع شوت وتلمس في حاتم الغايب، ترجع إلى عبد الله أبو زمع، عبد الله اللاعب إلى فيصل، فيصل إبراهيم، فيصل إبراهيم راح يرفع، يرفع له كرة طويلة إلى المرمى وخطرة على المرمى ويحاول يبعدها حاتم الغايب، توصل حاتم الغايب هو أقرب لها الآن، أقرب لها والطول منها الكرة تنقطع، ملعوبة بينية، بينية الكرة وخطرة على مرمى المنتخب وصاحب المنتخب الأردني وتوصل وخالد الظاهر يقطع الكرة، خالد قطع الكرة، خالد الظاهر وتقدم، توصل إلى خالد، إلى عارف الأغا، عارف، عارف يلعبها إلى لؤي طالب، لؤي طالب كرة مقطوعة والأخطاء أكثرت الآن من الفريقين، شوف شوفوا كرة تنقطع من الخلف وهجمة سريعة للمنتخب الأردني وأيضا أو فاول، فاول رافت علي، رافت علي متجه إلى خط المرمى، على خط المرمى يحاول يتقدم ويتقدم وماخذ له كرة بجهد كبير ويلعبها، لكن حاتم الغايب بالفعل، أيضا حاتم الغايب بجهده الكبير هذا، توصل الكرة إلى عبد الله أبو زمع، حسين الشنايلة، حسين ورافت علي حاول يموه بجسمه ويتلاعب بالكرة ويحاول يتقدم وكرة خطرة لصالح المنتخب ويلعب على طول بالكرة، لعب وتلاعب بالكرة على كيفه لكن لعبها مو على كيفه برا الملعب، راح يشوت، راح يشوت ويموه بجسمه ويشوت له كرة على طول، ماهر بيرغدار، ماهر بيرغدار، ماهر بيرغدار. بشار سرور، بشار سرور يلعبها على طول إلى سيد بايزيد، سيد بايزيد وحاول يتقدم سيد بايزيد ويحاول يستفيد من حركة، حركة طبعا حاول يستفيد منها يقول يمكن، وقت المتبقي 10 دقائق وتوصل كرة إلى سيد بايزيد وملعوبة الكرة وملعوبة إلى سيد بايزيد إلى عارف الآقا بالجول، الله، عارف الآقا صحيح فيها لمسة يد لكن أيضا كانت فيه فرصة وهجمة لصالح المنتخب السوري ويلعبها ويغير، يغير ويفتح لعب لأن عنده تفوق عددي من اللاعبين، فيحاول يغير ويفتح اللعب والكرة يحاول يصلحها لنفسه، حاول يصلحها ويحاول يشوت وشايت لكن بيد حارس أو اللاعب المدافع حسان، وتلعب الكرة وتوصل، الله، وقدر يسجل الهدف، وقدر يسجل الهدف الأردني، اللاعب رقم 10 تدرس، اللاعب جيريوس تادروس قدر يسجل هدف في الدقيقة 39، جيريوس تادروس خطف له هدف في الدقيقة 39، في الدقيقة 39 اللاعب جيريوس تادروس، اللاعب جيريوس تادروس استفاد من الكرة لما لعبت، شوف 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 عدت من واحد تابعها الثاني على طول تادروس وسجل في الدقيقة 39 وقدر يسجل تادروس، وقلنا ان الوقت والعلم عند رب العالمين وشفتوا ان المنتخب الاردني طبعا ايضا هذا التفوق العددي الان 1 المنتخب الاردني لا شيء المنتخب السوري، شوف هذه الاعادة والهدف لان عدت وما كان متوقع ياسر اسباعي، توقف اللعب حكم المباراة اوقف اللعب، طبعا الكاميرا ما اعطتنا المخرجة ايضا، المخرجة حسانة الحص
جانب من طبعا هذه العلب الفارغة راح يأثر. يقول له ما يحتاج يتصور ابتعد. شوف انذار، انذار على المصور الآن، هذا انذار على المصور. جماهير سائرة في هذه الجماهير وأيضا هذا الملعب، والحمد لله إن شاء الله راح يستأنف حكم مباراة اللعب وراح تنتهي المباراة. كرة بينية من رأفت علي، رأفت ويصفر حكم المباراة، معطي 4 دقائق تقريبا، معلن عن نهاية المباراة بتقدم وفوز المنتخب الأردني بهذه المباراة وحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية. وأعتقد طبعا